السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة على قناتكم قناة عبد الرحيم ألوغان. إن شاء الله في هذه الحلقة نحاول أننا ندير واحد الفيديو على البوتستراب. بزاف ديال الناس ما فهموش البوتستراب، عندهم مشاكل في البوتستراب. دونك أول حاجة غنعرفوا البوتستراب شنو هو. يقدر يكون عندك مشاكل أنت ما عارفش، أنت راه ما عارفش يعني أنه عندك مشاكل مثلا في الدوكيمونطاسيون، انت ما قريتش الدوكيومونطاسيون داخل ديريكتومون البوتستراب، ولا ما كنتش خدام في بال اتش تي ام ال والسي اس اس وديريكتومون، ولا خدام بال اتش تي ام ال والسي اس اس مثلا ما ضبطوش مزيان وديريكتومون داخل البوتستراب. دونك هنا غتلقى مشاكل. دونك دائما كندوزو من الحاجه الصعيبه باش اننا نمشيو للحاجه السهله. دونك دائما حاجه صعيبه للحاجه السهله، هذا هو لو رول ديال لي فريم ورك. دونك اول حاجه كنخدموا بلو لونغاج نيتيف، اوكي لونغاج اصليه، مثلا مشينا للسي شارب كنخدموا بلو لونغاج اصليه، او من بعد مثلا كنخدموا كناخذوا شي فريم ورك اخر اللي كي يعني اللي كي فاسيليتي لينا لي شوز. هذا هو لو رول ديال لي فريم ورك، انه كيفاسيليتي لينا لي شوز. دونك اول حاجه غنعرفوا بالبوت ستراب. شنو هو البوت ستراب؟ كما العادة دائما لا تيوري مهمة جدا. بوت ستراب، اشنا هو البوت ستراب؟ دونك البوت ستراب، دونك البوت ستراب شنو هو البوت ستراب؟ دونك تعرفوا على بزاف ديال لي شوز في هاد لا فيديو هادي. دونك تعرفوا على شنو هو البوت ستراب، علاش دار البوت ستراب. كنعرفوا دائما ان فريم ورك كيدار لواحد لو غول، دونك قلنا انه باش يفاسيليتيو لي شوز. دونك علاش دار كما قلنا، شنو كان قبل البوت ستراب، هادشي كامل غنتعرفوا عليه في هاد الحلقه هذه اخواني مشاهدينا. دونك اول حاجه ما تنساش انك دير واحد لايك الا ما كنتيش داير لايك، ودير معاك واحد ابوني. دونك البوت ستراب، دونك اول حاجه خصنا نعرفوها ان البوت ستراب هو اش كيتعتبر اصلا. البوت ستراب، البوت ستراب كيتعتبر فريم ورك. دونك فريم ورك ديال اش ديال سي اس اس. دونك سي اس اس فريم ورك، هذا هو البوت ستراب. البوت ستراب هو سي اس اس فريم ورك. كنحاول اني نمشي ايطاب باغ ايطاب باش كلشي يفهم، يعني داخل شي واحد النيفو ديالو ما عرف والو على البوت ستراب يفهم شنو هي البوت ستراب. دونك سي اس اس فريم ورك، اوكي يعني فريم ورك شنو هو اننا كنجمعوا بزاف ديال لي كلاس، اوكي كنجمعوا بزاف ديال لي كلاس اللي كنا اصلا حنا غنكريوهم في لونغاج نيتيف، اوكي كنجمعوا بزاف ديال لي كلاس وكنديروهم في واحد الفريم ورك. واش كنديروا حنا؟ غير كنعيطوا على دوك لي كلاس، وهذا هو لو رول ديال الفريم ورك، واحد لونسومبل ديال لي كلاس اللي كنعيطوا على هاد لي كلاس هادو وكنخدموا عليهم. دونك واحد سي اس اس فريم ورك، كيفاش سي اس اس فريم ورك؟ شنو هو لو رول ديالو؟ اول حاجه البوت ستراب جا باش يهنينا مناش من الميديا كويري. الميديا كويري هي واحد اللايبراري ديال ريسبونسيف. لو رول ديالها انها مثلا كتقول لها الا كان عندك الا كان ديفايس كيساوي كذا وكذا، اعطي الويب سايت ديالي واحد يعني واحد النومبغ ديال البيكسل. هذا هو لو رول ديالها، ماكس ويد والمين ويد اكسيتيرا. دونك جا باش انه يدير لنا ريسبونسيف. دونك لو رول ديالو هو يدير لنا مثلا الا كنتي داير مثلا واحد الويب سايت، دونك باش انك تجي مثلا للفون ولا تجي للتابلت وتلقى يعني الويب سايت ديالك يعني ما مشوش، نفس لو كونتوني بقى ثابت. دونك هنا كنخدموا اما الميديا كويري اللي كانت سابقا باقي الناس كيخدموا بها، اوكي قلنا لكم لو رول ديالها. و ايضا دابا جا البوت ستراب اللي هو فريم ورك ديال سي اس اس، وهو كيتسمى موبايل فيرست. موبايل جا باش يحل لنا المشكل ديال الموبايل. نعرفوا ان الكوميونيتي ولا الاودينس ديال الموبايل فهي كثيره بزاف. دونك موبايل فيرست، اوكي
اوكي، هذا هو لو رول ديال البوتستراب. علاش جا البوتستراب؟ وهاد الحاجه اللي خصنا نتعرفوا عليها اللي غنشرحوها دابا هي الجريد سيستم. جريد هذا هو يعني يعني لوبجيكتيف ولا الشيء اللي كيعتمد عليه البوتستراب اللي غنشرحوا من بعد كيفاش كيقسم البيج ديالنا اكسيتيرا، غنشرحها كامله. جريد سيستم اوكي، هادو هما لي شوز اللي خصنا نعرفوهم. دونك كما قلت لكم ستيب باي ستيب، بوتستراب هو واحد الفريم ورك ديال سي اس اس. كنا في سي اس اس كنخدمو بالميديا كويري، باقي الناس كيخدمو بيها، مي دابا جا فريم ورك بحال بول ما تا هو بزاف ديال ديال لي فريم ورك ديال ريسبونسيف. لو رول ديالو انه اصلا لاش دار موبايل فيرست، جا باش يحل لينا داك المشكل اللي كاين في الموبايل. يعني انك مثلا درتي ويب سايت، درتي مثلا بروغراميتي مثلا في ديسكتوب، دونك غير ديسكتوب، يعني الناس ديال الديسكتوب اللي يقدر يبان لهم هذا الويب سايت هذا مزيان، يعني لو كونتوني ديالو مزيان. ولكن الا مشينا مثلا للتابلت ولا مشينا للفون، هنا نلقاو مشكل، غنلقاو مشكل. دونك باش كنا افون، باش كنا كنحلوا هذا المشكل، كنا كنحلوه طبعا بالميديا كويري اللي قلنا لكم هي واحد اللايبراري ديال جافا سكريبت. اوكي، هذا هو لو رول ديال 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 الميديا كويري. دونك من بعد جانا البوتستراب. البوتستراب اللي هو سهل سهل جدا، جا باش يحل لنا كما قلت لكم موبايل فيرست. الهدف ديالو هو انه يدير لنا الويب سايت ديالنا ريسبونسيف خاصه الموبايل، وكيعتمد على الجريد سيستم اللي غنشرحو دابا. دونك شنو هو الجريد سيستم؟ باش نشرحو الجريد سيستم ندير واحد الخطاطه باش نشرحو بها. دونك نعتبروا ان البيج ديالنا، بيج ديالنا يعني الويب سايت ديالنا هو هذا. اوكي، اور ويب سايت. اوكي، هذا هو الويب سايت ديالنا. دونك البوتستراب اش كيدير؟ كيقسم البيج ديالنا على 12. دونك كيفاش كيقسم على 12؟ نحاولوا اننا نديروها. دونك مثلا نختاروا جرين. دونك كيقسم يعني على البيج ديالنا على 12 كولوم. دونك مثلا نحاولوا واحد الكولوم، جوج، نحاولوا نقدوهم، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، 11، 12. دونك 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. مزيان، حاولوا نقسموا البيج ديالنا. هكا كيدير البوتستاب، كيقسم البيج ديالنا على 12 كولون. ها الكولون الاولى ولا السيلز، ها الكولون الاولى. دونك هذا هو لو رول ديال البوتستاب. دونك كيجي كيقسم لينا البيج ديالنا على شحال؟ على 12. دونك ها الاولى، ها الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، خمسه، سادسه، سبعه، ثمانيه، تسعود، عشره، 11، 12. هكا كيدير البوتستراب. دونك كيقسم لينا البيج ديالنا على 12 كولوم. اوكي، 12 كولون. وديك الساعه كيدير يعني كل ديفايس، كل سايز، يعني كنعرفوا ان كل ديفايس عنده سايز. يعني مثلا الى جينا للديسكتوب، ان يعني الشاشه ديال الديسكتوب، سكرين ديال الديسكتوب عندها سايز. الى جينا للتابلت، التابلت ايضا سكرين ديالها عندها سايز. الى جينا للفون، الفون ايضا عندها سايز. دونك انا شدا جا عاوتاني قسم سايز. دونك مثلا قال سيدي، دونك البوتستراب، هذا هو البوتستراب. دونك جا قلنا انه قسم لينا البيج ل 12. دونك جا قال لك اسيدي اصلا يعني الديفايس، السايز ديال الديفايس كما قلنا ان كل ديفايس عنده سايز خاص به. هو جا حدد
دونك اش دار؟ قال لك اسيدي دونك اولا كما قلنا قسم البيج ديالنا ل 12 وجاش قال لي قال لك اسيدي بالنسبه ل يعني الديفايس او لا سكرين ويد اللي صغر من 576 طبعا كنخدموا البيكسل 576 بيكسل سماهم اكسترا سمول اوكي. وبالنسبه اللي عندهم سكرين ويد بلا ما نكتبوا هذا سكرين ويد اللي عندهم سكرين ويد كبر من او يساوي 576 عطاهم واحد السميه اخرى اللي هي سمول اوكي. وجا قال لك اسيدي ان بالنسبه اللي عندهم ايضا دونك الويد سكرين دائما كنشوفوا الويد سكرين ديال يعني السكرين اللي عندنا السكرين اللي عند ليتيليزاتور دونك هذا راه باينين كاينه مثلا كاينه التلفازه عندها واحد الويد خاص بها كاينه مثلا التليفون عنده واحد الويد خاص به الطابليت عنده واحد الويد خاص به بزاف ديال 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 السكرين اوكي. وجا قال لنا سيدي ان سكرين ويد اللي عندهم كبر من او يساوي دونك كبر من او يساوي 768 768 اوكي طبعا ما نساوش بيكسل 768 دونك هنا طبعا راه نسينا بيكسل مي ماشي مشكل 768 سميهم اسيدي الميديم اوكي. وجا قال لك اسيدي ان بالنسبه للسكرين ويد اللي عندهم يعني الديفايس ديالهم ولا الويد ديالهم كبر من او يساوي 992 992 سميهم اسيدي الاكسترا سميهم اسيدي لارج اوكي. وبالنسبه اللي عندهم دونك بالنسبه اللي عندهم دونك سكرين ويد ديالهم سكرين ويد ديالهم كبر من او يساوي كبر من او يساوي 1000 او 200 طبعا ما نساوش بيكسل جا دونك هنا جا سماهم الاكس لارج اوكي الاكس لارج. دونك هذا هو يعني البرانسيب او لا يعني اللي كاين في الوود سراب. هادشي ما كيفهموش الناس انه كيفاش يقسم البيج ديالو كيفاش هادشي اللي ما كيفهموش الناس اوكي. هذا هو لو رول ديال الوود سراب. غالبا حنا كان ما كنخدموش بكاع هادشي كنخدمو حنا بالطابليت دونك الطابليت و دونك الطابليت والديسكتوب والفون اوكي الطابليت والديسكتوب.